مفيش حد النهارده متضايق، كلنا احيانا بنمر بظروف تقلبات مزاجيه، قرف، بيجي لك ضيقه، توابل سايق نفسك. هو ده الحل، القهوه. غير مزاجك مع القهوه وحل يومك مع القهوه. اخربها، مع احترامي الكلمه اخربها. انزل اتمرن، انزل اعمل رياضه، بلاش اقول لك انزل اتمرن، لا انزل فك على نفسك. لو في بحر روح انزلوا بحر، روحوا غيروا صحتكم النفسيه، تمام. فلازم نعيش اللحظه. قبل ما اتكلم في اي موضوع لا تنسوا الاشتراك واللايكات وتشير الدعم. هتكلم النهارده مع احترامي لكل البنات، نصائح للبنات والنساء، مع احترامي لكم جميعا. لو انت راح تصلي العيد، اذا كنت محجبه ووشك مثلا باين، او اذا كنت منقبه وانت رايحه تصلي العيد، البسي لبس واسع. اذا كنت محجبه وبتلبسي مثلا بنطلونات، بتلبسي بنطلون او ستايل، البسي بنطلون واسع، لبس كل من جسمك كل البسي واسع، ما تلبسيش لبس مقسم. لبس المقسم في شباب مش متجوزين وفي ناس مش متجوزين يقعدوا يبصوا ودماغهم لا قدر الله تخرب. انا الحمد لله مش مفيش الكلام ده عندي، الحمد لله محافظ على اخلاقي وكل حاجه، بس انا بتكلم كشكل عام. ونصيحه لكل واحده منقبه محترمه، لبعض المنقبات بيلبسوا لبس ضيق وهم رايحين يصلوا العيد، البسي لبس واسع ومحترم. نصيحه، اللي عايز يقبلها اهلا وسهلا، واللي مش عايزه تقبلها براحتكم، عشان ما تاخدوش ذنوب ومعاصي. انت رايحه تصلي عيد، لو رايحه مناسبات، رايحه افراح، البس اللي انت عايزاه. بس دي نصيحه من قلب لقلب، الحمد لله انا ما دخلتش في حد، لكن دي نصيحه. اللي رايحين يصلوا العيد البسوا لبس زي العسل وكل حاجه، انا مش هقول لكم لا. منقبه البسي لبس واسع، لبس حجاب البسي لبس واسع، سواء كان بنطلون ولا لبس من فوق تحت واسع، ما تلبسيش لبس مقسم، عشان لو لا قدر الله حد جه عكتك او حد من الشباب او حد ايا كان، عيال اللي هم الشمال دول مع احترامي الكلمه، لو حد جه زولك او عكتك فانت اللي هتكون السبب في ده كله. ما تلفتيش نظرك لاي حد، هتحط ميك اب حط ميك اب خفيف. انا مش همنعكم من اي حاجه يا عم، تمام. عيش اللحظه وفرح وانبسطي في العيد، لكن عشان برضه ايه ما حدش يبص عليكم، تمام. اخربيها وعيش اللحظه والبس اللي تلبسيه لكن واسع، تمام. لا تنسوا الاشتراك واللايكات، والفيديو ده ليك ولصحباتك، واتمنى ان ما حدش يزعل ويتضايق. دي نصيحه.